اتنج الحقوني يا عالم، الحقوني يا خلق. الوصفة اللي كان عندكم هتموتني. انتوا عملتوا فيا ايه؟ في ايه يا دجالة يا مجرمة؟ انت اخدت ايه؟ انا هبلغ البوليس، هبلغ النيابة. اخدت ايه؟ بتقولي اخدت ايه؟ وعاملة فيها دكتورة؟ انا هوديك في داهية، هبلغ البوليس، هبلغ. سامحوا اختي؟ الحقيني يا عمتو. في ايه يا منى؟ قبض على سامح اختي. يا مصيبتي، مين اللي قبض عليه؟ بابا فين؟ اسمع عليا بيه، انا مستعد ادفع ملايين، بس بنتي ما تباتش ليله في الحجز. يحبسوها ده ايه؟ هي مجرمه؟ لا لا لا، ان شاء الله يا حاج مش هيحصل حاجه زي كده، بس المهم نعرف ايه اللي حصل بالظبط. ده ملعوب كبير انا المقصود بيه، انا ما يهمنيش، انا بفوت في الحديد طول عمري، لكن اللي يفكر يمس شعره من بناتي اخليه يندم طول عمره. اسمك بالكامل؟ سامح عبد الرحمن صالح. سنك؟ 23 سنة. المهنة؟ مديرة محل العطارة الطبية. يا ترى معاكي مؤهل؟ بكالوريوس صيدلة. أنيسة سماح، أنت تعرفي الراجل ده؟ مش فاكرة. يعني ما جاش المحل واشترى منك أي حاجة؟ يا فندم مش فاكراه. انت كذاب، كذاب يا سعاده البيه، كذاب. اسكت انت، ما تتكلمش الا لما اسالك. فاهم ولا لا يا فندم؟ انا كل يوم بيجي لي زباين كتير جدا المحل، ما بفتكرش منهم غير اللي بيتابعني يوم بيوم علشان خاطر العلاج بتاعه. المجني عليه بيقول انه جالك عشان كان بيشتكي من السكر، وان انت اديتي له تركيبه، ولما اخذ التركيبه دي حس بمغص شديد وضيق في التنفس، وكان حاسس ساعتها انه هيموت. مستحيل يا فندم، انا التركيبه بتاعت السكر اللي عندي مستحيل تعمل كده. يعني انت تعرفي التركيبه دي كويس؟ طبعا يا فندم. طيب ممكن بقى حضرتك تقول لنا عليها؟ يا عم خير، طمنوني. سماح جوه عند رئيس النيابه بياخد اقوالها. ممكن تدخل تقول لسياده رئيس النيابه علاء فهم المحامي وكيل على المتهم. ايه طمنا، يمكن يا عمي سماح ادته دواء غلط. دواء ايه يا كمال؟ انت فاكرها فتحه اجزخانه؟ يا ريت يا فتحه اجزخانه وخليتها في التخصص بتاعها احسن. ده مش وقت الكلام ده كمان. اتفضل يا فندم. انت متاكده ان الوصفه دي ما فيهاش اي مواد تانية غير اللي انت ذكرتيها؟ طبعا يا فندم. انيسه سماح، في حد في المحل بيقوم بتحضير الوصفه دي غيرك؟ دي كلها وصفات جاهزة تبقى متسجله على الكمبيوتر، وانا اللي بقوم بتحضيرها بنفسي. واحب اضيف حاجه كمان، ان الدكتوره سماح من يوم ما بدات نشاطها التجاري في المحل وما جاتش اي شكوى من اي زبون، بالعكس الزبائن كانت بتزيد يوم عن يوم، وده دليل على ان وصفاتها في العطاره الطبيه كانت بتقوم بدورها بنجاح. وش معنى انا بقى اللي جلت معايا وكانت هتموتني؟ انا مش قلت لك ما تتكلمش لما اسالك؟ هو يعني علشان انا راجل غلبان وما عيش محامي زيها؟ انت مش قلت كل اللي عندك؟ وعلى كل يا سيدي، لو عندك اقوال جديده اتفضل قولها. لا انا هقول واقول. اتفضل قول. لما افتكر بقى بقول. اكتب يا ابني، وقد امرنا بارسال الوصفه الطبيه الى معامل وزاره الصحه لتحليل ما جاء بها من مواد. سماح بابا ما تخافيش، عايزين 3000 جنيه كده. انا معايا ادي 5 نتحسب عليهم. ما تخافيش هتروحي معانا. الحمد لله اللي جت على الكفاله. يا ابني قلت لك ان دول عيله لبط. البنت دي عامله زي ابوها طول عمره كده، يعمل وصفات اي كلام ويضحك على ناس بكلمتين ويبيعها لهم. يا بابا، اولا سماح معاها بكالوريوس صيدله، ثانيا بتحضر للماجستير، يعني مستحيل تغلط غلطه زي دي. عايزه تكسب بالاونطه. وبعدين بقى دي بنت قالت الادب، كانت مره عايزه تطول لسانها عليا وانا بتكلم مع ابوها عشان اشتري منه الوكاله. لا 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 لا، مستحيل يا بابا، مستحيل بصراحه. كل بنات عمي متربيين احسن تربيه، ده اللي مربيهم عمتي عيشه. وهي عيشه دي تعرف تربي حد؟ دي طول عمرها خايبه في كل حاجه. يا ابني اسمع كلامي، اقطع صلتك بالعيله دي، لان البنت دي اكيد هتاخد حكم. مش عايزين الناس بقى يقولوا انهم من بقيه عيلتنا العرون على اخر الزمن. تقرير وزارة الصحة يا فندم.
فقضية الدكتورة اللي بتشتغل في العطارة. مش عارف يا أخي ليه أنا عندي إحساس إن البنت دي فعلا مظلومة. والراجل اللي بيدعي عليها طول ما هو قاعد عامل اللي ماسك بطنه ومش باين على وشه أي حاجة. يظهر إن كلام المجني عليه مظبوط. تحليل المعمل للعينة أثبت إن في مواد كيماوية خطيرة مضافة على الأعشاب الطبية، وإن ملهاش أي علاقة بعلاج مرض السكر. والأعشاب اللي موجودة دي ليها علاقة بعلاج مرض السكر ولا لا؟ أيوة، بس الكيماويات دي جت منين يا حاج؟ هو ده مربط الفرس يا متر. قصدك إيه يا حاج؟ قصدي إن بنتي ما بتستخدمش أي حاجة فيها كيمياء. اللي حصل إن حد خد الوصفة وحط عليها الحاجات التانية. أيوة، بس هنثبت إزاي يا حاج؟ الجدع ده لازم يقر. ببساطة كده يا حاج، أنت عايز يودي نفسه في داهية؟ لا، أنا عارف إنها مش بالبساطة. الجدع ده حد وزه وعكمه فلوس عشان يعمل الملعوب ده. إحنا لازم نفضل وراه لحد ما يقع ويقر على الناس اللي وراه. شوف يا سماح، المؤامرة اللي اتعملت دي أكيد وراه واحد صيدلي. حبيبتي المواد اللي لقوها في العينة معرفهاش غير واحد صيدلي عارف مفعولها كويس جدا. على فكرة يا بابا، أنا في واحد زميلي بيأكد لي إن اللي ورا الموضوع بتاعي ده واحد صيدلي. وأنت ما كنتش عارفة كده؟ ما طلعت تقول على زمايلك إزاي؟ ما هي معذورة يا بابا، طبعا بعد اللي حصل لها مش عارفة تفكر كويس. أنا من أول يوم كنت عارف مين وراها الحكاية دي، والنهاردة اتأكدت. مين يا بابا؟ بعدين هتعرفه. عبد الفتاح، ان شاء الله بكره هعدي عليك في المكتب، عايز اتكلم معاك شويه، وقبل كده هعدي على الاستاذ علاء المحامي اتفاهم معاه هنتصرف ازاي. انا تحت امرك يا عم، هتلاقيني في انتظار حضرتك. انا كنت عايز الواد ده يروح مكتب علاء المحامي، بس قلت اكيد هيخاف مهما ادينا له فلوس، فانا شايف انك الاحسن تجرجره لحد ما يجي مكتبك هنا. ازاي؟ قصدي يعني بحجه ايه؟ ابعت له حد من طرفك يقول له ان في شغل او انك هتشغله عندك هنا في الشركه، وبعد ما يجي لما تبتدي تتكلم معاه تفتح السيره من غير ما يحس. بس ده يا حاج تقريبا كده شافني يوم التحقيق. ما افتكرش يومها كان فيه ناس كتير، هيفتكر مين ولا مين، المهم انك تجرجره في الكلام. ماشي، بس هقول له ايه؟ هتقول له اللي انا هقول لك عليه دلوقتي، والباقي سيبه عليا انا والاستاذ علاء المحامي. بس حضرتك متاكد يا حاج ان الراجل الصيدلي ده ورا الموضوع؟ في واحد شغال مع سماح في المحل شاف الواد ده وهو خارج من دخلت الدكتور فكري اكتر من مره، وانا متاكد ان المصيبه دي وراها الدكتور فكري. يعني ما حدش اتصل يا حاج؟ يمكن لسه ما وصلش. اهلا وسهلا. لا، اتاجلت ل 15 9. الو، هو حضرتك ليك صله بالدكتوره دي؟ لا لا لا، ده انا كنت قريت على القضيه في الجرايد. بقول لك ايه بقى، القضيه دي لبسها لبسها. مش عرفك ما انا مجني عليه، انا اللي كنت هضيع في الوصفه دي. انت غريبه. وليه غريبه؟ اصل ما يبانش عليك اعراض السكر. هو الواحد اللي عنده سكر بيبان عليه ساعات البيت؟ طبعا بيبان عليه، وبيبان في التحاليل كمان. انا مش فاكر كنت قريت في انهي جورنال ان هم هياخدوا عينه من معدتك علشان يحللوها ويعرفوا تاثير الدواء اللي انت خدته. يعني هيفتحوا بطنك؟ طبعا هيفتحوا بطنك، وما هياخدوا العينه ازاي؟ ده انا كنت اموت. ما تخافش، مش هتموت. مش هتموت ومش هيفتحوا بطنك، لان النيابه حققت مع الدكتور فكري وقال ان انت اللي جبت له الوصفه وطلبت منه يضيف لها الحاجات التانية. ايوه، والبوليس زمانه بيدور عليك عشان يقدموك للمحكمه والدكتوره سماح تطلع بره. لكن انا ما عملتش حاجه، انا كل اللي عملته حطيت ايدي على بطني وقعدت اتلوى زي ما يكون عندي مغص، واللي حط الحاجات التانية الدكتور فكري. وادالك فلوس؟ اتكلم عشان تنقذ نفسك. ايوه، اداني 50 جنيه. يبقى انت ما فيش قدامك غير انك تروح للنيابه وتعترف عشان يقبضوا على الدكتور فكري وتطلع انت منها براء، يا اما هتلبسها وتروح في رجلين. انت عندك ولاد قد ايه؟ عندي 2. ربنا يخليهم لك، انا مسؤول عنهم، والاخ عبد الفتاح هيشوف لك وظيفه هنا في الشركه. الله يرضى عليك. قلت ايه؟ الله يرضى عليك.
متعودتش اشوف الجميل قاعد كده سرحان. اتفضل يا حبيبي. بقالك مده ما خرجتش من البيت، مش عايز تروح عند سوري؟ مش قادر، مش عايز اشوف اي حد، حتى سوريا. مش عايز ازود همومها بهمومي. يا اخويا همي ايه؟ ما الحمد لله ربنا فرجها وكرمنا. الحمد لله. عيشة، انا حاسس اني حيلي تهد. بعد الشر يا عبدو، بعد الشر يا اخويا. ما تقولش كده، واحنا نعرف نروح ولا نيجي من غيرك؟ عبد نام وافضل نايم لحد ما اشبع نوم. مالك يا عبدو تعبان يا اخويا؟ اجيب لك دكتور. دكتور هيعمل ايه؟ انا دوايا راحت البال.